طب صباحك يا سيدتي. عريب، ما سيدتي هذه؟ لست امرأة الأمير وسيدة هذا القصر وأنا وصيفته. حين أرسل الأمير في شأني علمت أن هذا من تدبيرك. وأزعجك ذلك؟ بل قفزت من الفرح حتى عجبت زوجة الفهري مني وعجلت على متاعي لآتيك من فوري. من كان سيصدق أنك ستحلين مكان السيدة التي ضربتك وحبستك وجوعتك؟ لقد كان نصر الأمير نصرك، وكأنه كان يحارب عنك وعنها وعن الأمة ودولة الإسلام في الأندلس. ما سمعتك تتحدثين عن الأمة ودولة الإسلام قبل الآن. ألست مسلمة؟ وصاحبة الأمير، الآن تعلمين صدق مقالتي حين حدثتك ذلك النهار عن الحرائر والجواري، وأن من الجوار في بلاد الإسلام من بتن في حال تحسدهن الحرائر، ولا أحسب أن امرأة في الأندلس تبيت إلا وهي تحسدك. إلا أنني لا أحسدك يا حلال، أعلم، وسأخدمك كما ينبغي للوصيفة أن تخدم سيدتها امرأة الأمير صاحب الأندلس وأم ولده وولي عهده بعد حين. له ولد في الشام ولا بد أن يأتي به يوما. ولكنك ستلدين له ولي عهده. أين هو الآن ذلك السفيه أبو زيد عبد الرحمن ليرى الجارية التي طمع فيها حتى تسبب في أذاها، وقد صارت سيدة هذا القصر الذي كان هو وأهله أسياده. الرأي أن نخرج من البيرة فنلقاه خارجها، فإنه إن حاصرها ونحن فيها سرنا في ضعف. ليس برأي. أما الرأي عند صاحب الرأي؟ نخدعه. هات. أليس خارجا من قرطبة يقصد البيرة؟ بلى. نقيم قطعة من عساكرنا عند جيان ونخفي أمرها، وعليها أبو زيد ولدي، فهي أقرب إلى قرطبة، فإذا خرج عبد الرحمن قاصدا البيرة أسرع أبو زيد مع العساكر إلى قرطبة فدخلها وهي خالية من ابن معاوية وجنده، فيضطرب أمره ويصير بيننا وبين قرطبة، فيهون علينا أن نطبق عليه. الرأي عندي يا أبا عبد الرحمن. أقن الآن من رأيك يا أبا جوشن، فقد عزمت أمري على ما سمعت وقطعت به. إنه ملكي الذي ضاع، سلطاني، قصري، وكل ما كان بيدي، وأنا أسترجعه كله، ثم أصلب ابن معاوية على سور قرطبة. إن لم أخدمك في مثل هذا، فإن لم أكن وصيفة فوجودي عندك نافلة وعيشي هنا صدقة، وأنا لا أريد الصدقة. أنك تخلصت من وجهي إلى الأبد. كيف وجدت الأموية الأعور؟
إلا أنه لا يحسن الدفاع عن حرمه. لست أفضل منه؟ لو كان لك عقل لا بأس، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ستبقيان هنا حتى نفرغ من خليلك ابن معاوية. ولا تحاولا الفرار، فقد أوقفت على مداخل القصر من يحفظه. ماذا فعلت؟ حبستهما في القصر كي تحرزهما؟ ألا قبحك الله وقبح ما فعلت؟ وترجو بعد ذلك أن تنتصر على عبد الرحمن بن معاوية؟ أين ما فعلت بحرمه مما فعل هو بحرمك حين دخل القصر؟ حفظنا كبعض أهله، وصاننا من اليمنية كما يصون الرجل ذو المروءة أمه وأخته وزوجه وابنته. حلل جاريتنا وصارت خليلته، وأنا التي عرف ابن معاوية بخبرك فرجع إلى قرطبة ويوشك أن يبلغها، وقد فتح له الناس أبوابها. بل ستخرجين على رحم أنفك، ولو اضطررت الآن إلى دق عنقك. أنت قاضي الفهري في قرطبة، وإني أنشدك الله أن تصف. ما شأن هاتين السيدتين يحملهما معه من القصر؟ وتعلم ما فعل الأمير عبد الرحمن بحرم يوسف وابنه هذا حين دخل قصر الإمارة؟ فأين حق الشهادة والمروءة؟ قف يا أبا زيد، أنا قاضي أبيك، والحق أحق أن يتبع. وقد ظفر عبد الرحمن بحرمك، فكسى عورتهن وستر عريهن وصان كرامتهن، وظفرت أنت بهاتين فأخذتهما. فهل هذه دعوتكم في الناس على ابن معاوية؟ اضربوا قبة للجاريتين هنا ليكونا في عهد القاضي حتى يردهما. ولكني أحلف بالله العظيم أني ما وضعت يدا على أي منهما. سيدي أنت أين كنت؟
بحثت عنك. لقد أخذنا الجبان على رغم إرادتنا. ولد الفهري؟ ثم عذله قاضي أبيه عذلا شديدا فردنا معه. ولو والله ما لمست دابته دابتي. أما القاضي فله عندنا أعظم الجزاء، يأخذ ما يشاء ولا نبلغ بذلك حقه. ولكن قل لي، هل أنت بخير؟ أعني بخير ما دام سيدي بخير. ولقد انخلع قلبي وغامت الدنيا في عيني وتمنيت الموت وأني لم أرك يوما حتى لا ينغلق كبدي وراءك أو كبد الفقد بعد الوجد. فالموت أهون، فلا تعرضني لمثل هذا مرة أخرى يا سيدي. لن أعرضك ولن أعرض نفسي، هذا واحد. محكمة، ها؟ كنت ترجو أن تسترجع ملكك الضائع، والآن لا ترجو أن تنجو بنفسك من الهلاك، ها؟ هل عندك من مخرج لنا من هذا الحصار؟ أنت صاحب الرأي وكنت المتحكم بأمري دائما، هلما إذن أخرجنا برأيك الحسن بعد أن تأكد لك عوار رأيي. المتحكم بأمرك، ها؟ وهل بقي لك أمر آخذ منه أو أدع؟ على كل حال لا بأس، تريد الرأي؟ هذا رأيي. قد انقضى ملكك يا يوسف، انقضى إلى الأبد، ويحسن بك أن تسلم بذلك. أنت تقول هذا؟ الصميل بن حاتم صاحب السيف والبطش يخذل؟ من حزم الرجل أن يعرف متى يقدم ومتى يحجم، وما أول الطريق وما آخره. وإلا ما الفرق بينه وبين الأحمق الذي يقدم في موضع الإحجام ويحجم في موضع الإقدام؟ نعم يا يوسف، قضى ملكك وملكي معك، ولم يبق لنا إلا أن نستبقي من عيشنا ما يسعنا استبقاؤه قبل الفوات. ومن يدري، ربما انصرفت إلى العبادة والزهد آخر أيامي على نحو ما كنت أنت أول أيامك، فسبحان الذي يغير ولا يتغير.
نسلمك المدينة على شرط الأمان لنا وللناس جميعا، في أنفسنا، في أهالينا، في أموالنا ومنازلنا. نعطيكم هذا على شرطنا، تبايعوننا كما بايعنا الناس، وتعطوننا عهد الله وميثاقه ألا تنازعون هذا الأمر أبدا، وتحلفون به على كتاب الله أمام الشهود. نفعل. وتقيمان بجواري في قرطبة، فينزل أبو عبد الرحمن في منزل بلاط الحر بشرق قرطبة، وأبو جوشن بقصره في شقندة. وتختلفان إلي في كل يوم حتى أراكما في دار الإمارة. وتقدم لي أبا عبد الرحمن ولديك هاتين، أبا زيد عبد الرحمن وأبا الأسود محمدا، رهينتين يقيمان عندي في قصر قرطبة إلى أن تستقر الأمور، فإذا صلحت رددتهما. وهل يجب هذا؟ إلى حين يا أبا عبد الرحمن، إلى حين، وسنعاملهما معاملة الضيف، ولك على هذا عهدي. ولكن نعم، غير ذلك لا صلح. أبتي لا تفعل. اسكت. لا بأس. وتطلقون صاحبنا أبا عثمان من الفور، وتطلقون في المقابل كاتبنا خالد بن زيد الذي حبس في حصن طرش. وولدي، تطلقون ولدي جوشن أيضا. تفعلون ونفعل. والآن نكتب كل ذلك في صك نضع أختامنا عليه، ونشهد عليه الشيوخ، ونعطي عليه العهود والمواثيق المغلظة. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. ولد الفهري هنا في القصر، ذلك النذل أبو زيد وأخوه أبو الأسود محمد. نشتد على عدونا ونحسن لصاحبنا، لكننا لا نتشفى إذا قدرنا يا حلال، ولا نذل أحدا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هما رهينتان نعم، ولكنهما ليسا سجينين. لا والله ما ضحكت تشفيا، وإن كان الرجل نذلا، ولكن الأقدار هي التي تضحك. الأقدار. نعم. ألا تهدأ؟ قصر أبينا، كنا نروح ونغدو فيه كما نشاء، نأمر فنطاع، والآن نحن فيه رهينتان، لا نستطيع الخروج منها إلا بإذن، وإذا خرجنا خرج معنا حرس. بينما تمرح تلك الجارية حيث تشاء منه، وقد غدت سيدته، ولو شاءت لأمرت الخدم فأذونا، وربما أوغرت صدر صاحبها علينا فلا ندري ما يصنع بنا، فللنساء أفانين يسدبن بها عقول الرجال. وأولها عقلك. أما أنت فليس لك عقل ليبقين عليه أو يسدبنه. تسألني لماذا لا أهدأ وأبونا قد رضي لنا هذا المصير؟ إلى حين. وما أمد هذا الحين؟ شهر، شهران، سنة، سنتان؟ نعم، حتى تهدأ الأحوال ويطمئن إلى خضوع أبينا. أمرتني السيدة أن أنظر في حاجتكما، وإن كنتما تشكوان من شيء. ولما نشكو ونحن في نعمة ووفرة، نأكل كما تأكل الأنعام وننام كما ينام البعير. عودي إلى سيدتك فاشكري لها عنا. اللعنة، أحشفة وسوء كيلة، والله ما أرادت سوى النكاية.
إلى أين يا أبا عبد الرحمن؟ إلى قصري، إلى قصر الإمارة لأباشر الحكم وأقضي في الناس. تسألين إلى أين؟ ألم يأمرنا أن نختلف إليه في كل يوم ليتأكد أننا في طاعته؟ لا أرى أن التعويل على الصوائف لحفظ الثغور يفي بالغرض، فهؤلاء يخرجون إلى الثغور فيقيمون شهوراً ثم يعودون إلى قوارهم ليعقبهم آخرون، فلا يتمرسون بقتال الجلالقة وطرقهم تمرس العساكر الموقوفين للجيش، ليس لهم عمل سواه. ما رأيك يا أبا جوشن؟ الرأي رأي الأمير ونحن له تبع، هذه دولتك ونحن معك على ما ترى. نرى أن يقيم على الثغور طوال العام جيش يكون أمره لنا ومراتبه مراتب الجيش حسب الكفاية والبلاء، ولا ننظر في غير ذلك من المراتب. رأي حسن. آن الأوان لنوجه أبصارنا وجهدنا للقاء الجلالقة وملكهم ونحد من أطماعه، لكن شرط ذلك أن نرفع أركان الدولة على أسس قوية ومتينة ونرص الصفوف هنا، فالعدو لا يقوى إلا بضعفنا وخلافنا. هل يأذن الأمير لنا؟ الرأي رأي الأمير وهذه دولتك ونحن لكم تبع. ألسنا كذلك الآن؟ مرغمين لمختارين، ولا حاجة لتعظيمه إمعانا في إدلالنا. طالما أننا قبلنا منه ما أخذ وأعطى وعاهدناه عليه، فقد صار له علينا حق التعظيم كما يليق بمنزلته. أما أن نعطيه البيعة ثم نترفع عن خطابه بلقب الإمارة، فهو كالمرأة تصيح أنا نصف حامل. ليتك كنت تعرف منزلتي حين كنت الأمير كما تعرف الآن منزلته. ألا تمد يدك إلى الطعام؟ كيف تبقى لي شهوة للطعام؟ أراه يجلس على سرير الإمارة الذي كنت أجلس عليه، وأراني أجلس حيث كان يجلس أتباعي، وهو يقرر ويفصل ويحكم ويرسم ولا أقوم حتى أستأذن. أفليس الموت أهون؟ ارضى بما قسم الله لك يا رجل، ولا تذهب نفسك حسرات على ما فات. وهل تعرفين ما قسمه الله لي؟ قسم لك الإمارة ثم أخذها منك. هذا ما نعرفه من قسمة الله لنا حتى الآن. ما الذي تعنيه؟ أعني ما دمنا أحياء فما ندري ما يقسم لنا فيما بقي من أعمارنا. أعطينا ثم أخذ منا، ومن يدري فقد نعطى من جديد. لا يريحني هذا القول، كأنك تفكر في العصيان. يا رجل اتق الله، إن لم تذكر المواثيق التي أعطيتها على كتاب الله فاذكر أن لك ولدين هما رهينتان عنده. سبحان الله، أنت تدعين الآن للرضا بما آل إليه حالنا، وكنت أنت التي... نعم، كنت أنا التي سعت عندك لقبول الإمارة أيام كنت زاهدا بها وفي متاع الدنيا كله، وقد أخذنا نصيبنا منها ثم قضى الله بغير ذلك، ونحن هنا في دار عظيمة لا نشكو من قلة ولا فقر. وما المال وما الدار العظيمة من الإمارة من أن يكون الرجل الآمر المطاع؟ أبعد أن أخرجتموني من عزلة القديمة وأدلجتموني دار السلطان حتى ألف لساني حلاوة ثمرها،
أبعد ذلك كله تقولون لي إرضى بما قسم لك؟ ألم تسمعوا قول القائل: السلطان في القصر أو القبر؟ قد جن أبوك، قد جن الرجل والله. نحن رسل الأمير عبد الرحمن الداخل صاحب الأندلس إليكم. وما شأن أمير الأندلس بنا حتى يوفد إلينا رسلا؟ قد أمرنا أن نأتيكما فلا نرجع إلا بكما. نحن سميكي باسمك تكفان. أبا سليمان. بل قل سيدي الأمير، ألا تعرف كيف تخاطب الأمراء يا رجل؟ بلى أبو سليمان كما قال. معاذ الله. الأمير يقبل يدي بعد الذي صنعتي من أجلي، صرت بمنزلة أمي. لم تقل للناس ما وقع منا. بلى فعلت، ولا غضضة في هذا. ألم نتفق؟ الضرورات تبيح المحظورات. هذا خادمك بدر. وزيري وقائد جيشي. وهذا كله لك؟ الأندلس كلها له، وتسألين إن كان هذا له؟ ماذا جرى لعقلك يا امرأة؟ وهل يبقى للمرء عقل حين يرى هذا كله؟ انتظري حتى تري ما أعددت لكما. أين خالتي؟ رحمها الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت أحب أن أكرمها بقية عمرها، لكن الله يقضي. رحمها الله. هذا أيضاً لك؟ بل هذا لكما. لنا؟ تعني؟ نعم لكما، وهذان لخدمتكما. أبا قرة، هل متنا وهذا منزلنا من الجنة؟ إن كان هذا هو الموت فلا ردني الله للحياة. سيدي الأمير، سيدي الأمير، جعله الله مولودا مباركا. ماذا؟ وضعت؟ صبيا يا مولاي. أرى فيه مخيل جدي الخليفة هشام بن عبد الملك. لما تتضح ملامحه. بل يشبه جدي هشاما، أقول ذلك. الأمير أعلم. وفيه كذلك من مخيل أخي هشام رحمه الله. وكان كذلك يشبه جدك. ماذا نسميه؟ وهل هذا يحتاج إلى تمعن والتفكير؟ نسميه هشاما، هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. لم يفت موعد اختلافي إليك، فلماذا عجلت بي وطلبتني يا أبا سليمان؟ هؤلاء قد ادعوا أنك غصبتهم حقوقا لهم حين كان الأمر لك. ألهذا دعوتني؟
وتصدق هؤلاء الموتورين وتشمتهم به. لست في موضع من يصدق أو يكذب، هذا عمل القاضي يحيى بن يزيد التجيبي. ترفع أمري إلى القاضي ليقضي بيني وبين هؤلاء كأنني المتهم؟ والله لو طلبني القاضي في مسألة لما تأخرت عنه. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإن كان لهؤلاء بينة واضحة قضى القاضي بحقهم منك، وإلا برأك ولم يمسسك سوء. بل مسني لمجرد التهمة وأن أقف موقفا يشمت بي العدو وينقص قدري. القضاء العادل لا ينقص الأقدار، إنما ينقص الأقدار سلب الحقوق، فإن لم يثبت عليك شيء منه رجعت غير منقوص. قد علمت أن القاضي يحيى بن يزيد يمني، وهو من قوم موتورين علي، ولا آمن تحيزه. القاضي التجيبي شهد له بالعدل والإنصاف، من يطعن فيه يطعن بي. قد علمت أنه لن يكتفي بسلب ملكي وإذلالي، ولن يتوقف حتى يجعلني مطية الرعاة، ثم يضعني مقلوبا على حمار ويجرسني أمام عامة الناس. إنه لا يترك لي خيارا. نعم هو كذلك. ما الذي جرى لأبيك يحدث نفسه؟ ألا تمضي يا سيدي؟ لقد أطلت الوقوف. ألا يذكرك هذا المكان بشيء؟ ليت لي مثل ذكريات الأمير. رصافة جدي هشام، لقد شاهدتها معي، أليس كذلك؟ هذه أرض خالية ورصافة جدكم يا فقط تخيل قصر جدي هنا وبساتينه وعمائره. انظر بعين الذاكرة والمخيلة، ماذا ترى؟ لا والله ما خلا عقلك وقلبك من الشام يا سيدي. إذن يخلواني من الحياة، نسيتني نفسي إن نسيت الشام يوما. ولكنك الآن صاحب هذه البلاد وغريب فيها. أيكون الأمير غريبا في أرض صار صاحبها؟ حين استدبرت الشام يا بدر جعلت الذي ورائي أمامي، فإن لم يكن معاد للشام فلا معد من أن نجلب الشام هنا. أبا عبد الله، ما أسعدني بلقائك هنا في الأندلس. لم تخيب ظني فيك يا أبا سليمان، ووعدتك أن نلتحق بك لنكون لك عونا، وها نحن بعد 4 أعوام فقط على ذلك اللقاء. وأي عون أرتجيه أعظم من أن يشتد الساعدي بأهل بيتي وعلى رأسهم قادد بني أمية وكبيرهم؟ وها هي الأندلس يا أبا عبد الله، تبوأ منها حيث تشاء. لك علينا عهد الله أن نقدمك على أبنائنا وأهلينا، وأن نقاتل دونك حتى آخر رجل. أعلم يا أبا عبد الله، أهلا بكم في دولتكم في الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تفضل. بسم الله. لماذا لم ترسل من يأتيك بولدك وأختيك؟ لا أفعل قبل أن أوطد الدولة، فما زلنا في أول الشوط يا أبا عبد الله،
وقد قدمنا إلى بلاد دمرتها حروب القبائل وأطماع شيوخها، فظنوها نهبا لمن غلب، وهؤلاء لم تنكسر شوكتهم بعد، ولا أشك أنهم الآن يتربصون ويدبرون بليل. لهذا قدمنا عليك، وهذه المرة لن نكرر أخطاء أسلافنا في المشرق. فإذا أطل رأس الفتنة بادر إليها قبل أن تتسع، وضع السيف ولا تأخذك الرأفة. تردع عدو الغد بعدو اليوم، فكل من خذلك وعصاك فقد حل دمه ولو كان ابن أبيك. ولا رفاه بغير أمن، ولا أمن بغير حزم، فإذا أمنوا ونعموا بالرفاه رجعوا بحكمهم عليك. ما أحوال المشرق الآن؟ لم يبق بنو العباس أحدا من خصومهم، ولا حتى من أصحاب دعوتهم، واستبدلوا بهذا وذاك أمة جديدة من الأتباع والعمال، وانكسرت شوكة القبائل هناك ومعها شوكة العرب. هذا ما يحز في النفس ويحير اللب. كيف نكسر شوكة القبيلة لنرفع الدولة التي لا يعرف الناس ولاء لغيرها دون أن نكسر شوكة العرب؟ ليت قبائل العرب تعي هذا. ولكنها لا تعيه، وإن وعته لم تعمل بمقتضاه. الآن ندرك لماذا أراد عمر بن عبد العزيز أن يخلي الأندلس من العرب والمسلمين، خشية عليهم من الهلاك، وقد نسوا ما أتوا من أجله. كل ذلك سيتغير منذ الآن. انتهى عصر الولاة وبدأ عصر الدولة. من فضلك، أين بيت السيدة زينب؟ شكراً. السيدة زينب؟ أما زينب فهي أنا، وأما السيدة أنا قادم من الأندلس يا سيدتي، رسول من الوزير بدر. يوما ما عرفت رجلا اسمه بدر، ولكن أمثالي لا يعرفنا وزراء. هو يا سيدتي خادم الأمير الأموي. هو وزيره الآن، وزير صاحب الأندلس الأمير عبد الرحمن بن معاوية. هذا كابوسنا ماذا؟ ما زلت أتردد على القاضي منذ شهور،
وكلما قضى في واحدة جاءه رجل آخر بدعوى جديدة علي، والناس يرونني غاديا ورائحا من مجلسه وكأنني مجرم من عتات المجرمين. فبينما نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن سوقة فيهم ننتصف. ما الذي يريده ابن معاوية مني؟ ألم يبرئك القاضي؟ من بعضها، وقضى علي في أخرى ولم نفرغ بعد. الموت أهون يا أبا جوشن، الموت أهون. لم يبق لابن معاوية خيارة، وقد كاتبت قومي وأصحابي في ماردة وطليطلة فأجابوني بما أحب. تعني؟ نعم، لقد توافر لنصرتي 20,000، فلو خرجت معي التحق بنا قومك وصرنا في قوة عظيمة.